السبيعي نواف عبد الله، مدرب الفريق خالد سيد، ومساعده محمد ابو عباس. بانتظار كرة القفز يؤديها الحكم الدولي محمد العميري. إعادة كرة القفز في خلل في الساعة، ساعة 9:59 ردت إلى 10 دقائق. تبدأ من كرة القفز، الكرة عند كاظمة أحمد المطيري، إلى الوراد أحمد المطيري، عبد الله 3 بوينت، ويسجل أول 3 بوينت لكاظمة في بداية الفترة الأولى. 3 كاظمة، والكرة لليرموك، برمية نايف إلى برمية، و 3 بوينت، ويحاول وتلمس و إلى المطيري، عبد الله يحاول إلى ريحان عبد العزيز، 2 بوينت، ترد تلمس الوراد، برمية وانطلاقة سريعة لليرموك، وهناك خطأ يحتسب الحكم خليف الرشيدي لمصلحة اليرموك. شوف واضح على الشاشة النتيجة في بداية الفترة الأولى، 3 كاظمة لا شيء اليرموك. رباح الرباح، برامية نواف مع الكرة، برامية من اليرموك، محمد علي 3 بوينت، تلمس وانطلاقة مع عبد العزيز فالح، عبد الله ابراهيم وايضا يسجل 2 بوينت، عبد الله 5 كاظمة. شو العادة في البطيء، النقطتين اللي يسجلهم عبد الله ابراهيم، دخول لكاظمة لليرموك ويسجل نواف عبد الله، نقطتين لليرموك، ريحان عبد العزيز ودخول على السلة، لكن ريباوند لبورامية نواف عبد الله، مستلم بوينت جارد اليرموك، برمية إلى رباح الرباح، برمية 2 بوينت، ويسجل 2 بوينت لليرموك، يقطع نايف، نايف الرشيدي، دخول لكن دفاع قانوني لمطيري، ودخول لعبد الله واحتكاك، وهناك خطأ يحتسب الحكم حافظ حلبي، جزاء رميتين لأن اللاعب في حالة تصويب. عبد الله إبراهيم تنفيذ الرميتين، سجل من الرمية الأولى، 6 كاظمة 4 اليرموك، والرمية الثانية تلمس، ريباوند لمحمد علي، نواف مع الكرة، محمد علي رباح، برمية 2 بوينت، تلمس عبد الله يقطعها برمية، لكن الكرة تلامس الخط النهائي للملعب وتعتبر مخالفة، والكرة لكاظمة، وأحمد المطيري مع الكرة، عبد العزيز الوراد، ونقطتين للوراد، يرتفع رصيد كاظمة إلى 8 نقاط مقابل 4 لليرموك. نواف عبد الله مع الكرة، ودفاع ضاغط من كاظمة، ورباح الرباح، شوف يحاول محمد علي، رباح الرباح حاول الدخول لكن تصويب 3 بوينت، وأيضا نايف الصندلي سجل نقطتين لليرموك، وانطلاقة مع عزيز فالح إلى عبد الله إبراهيم،
تو بوينت، وايضا يسجل عبد الله ابراهيم 10 نقاط. متالق اليوم ما شاء الله عبد الله ابراهيم مع نادي كاظمه، سجل 8 نقاط في الفتره الاولى، وكاظمه 10، اليرموك 6. نواف يصوب وانطلاقه مع عزيز فالح، وباص جميل من عزيز فالح الى عزيز ريحان، ويسجل نقطتين لكاظمه ووقت مستقطع. شوف الباص الجميل من عزيز فالح الى عزيز ريحان، فاست بريك جميل. شوف شوف شوف، ويسجل عزيز ريحان نقطتين لكاظمه ووقت مستقطع. يطلب مدرب اليرموك الكابتن خالد القلاف اول وقت مستقطع في الفتره الاولى، والنتيجه 12 كاظمه و6 اليرموك. طبعا اهميه المباراه لكاظمه اكثر منها لليرموك. كاظمه يهم الفوز، في حاله فوز كاظمه يتصدر المجموعه في المركز الأول، يليه القادسية في المركز الثاني بخسارة واحدة من كاظمة. طبعا يهمك كاظمة الفوز في هذه المباراة، في حالة خسارته يتعادل مع القادسية في عدد الفوز والخسارة. طبعا اليرموك تعتبر مباراة نوعا ما تحصيل حاصل، لان انحسموا اربع فرق اللي راح تتاهل للمرحله الثانيه، واليرموك خارج الحسبه. نايف صندلي واضح في الصوره، مدرب نادي كاظمه. نايف صندلي مع الكره، يحاول باص الى برمية، تلمس عزيز فالح، لمطيري، ريحان يحاول احتساب مخالفة على عزيز ريحان. رباح الى نواف، بوينت جارد اليرموك يحاول، ودفاع ضاغط من كاظمة. برمية، رباح الرباح، شوف دفاع ضاغط، حاول برمية الى نواف يصوب، وريباوند لعزيز فالح. شوف عزيز، عبد الله، لمطيري، باص الى عبد الله، لكن الكرة تلامس الخط النهائي للملعب وتعتبر مخالفة لمصلحة اليرموك. رباح الرباح، شوف دفاع كاظمة، بريس من نص الملعب، باص جميل الى نايف الصندلي تحت السلة ويسجل نقطتين. نايف، احمد المطيري، عزيز فالح الى الوراد، احمد الى عزيز فالح، مجهود كبير لعزيز، وباص جميل من عزيز فالح الى الوراد، وهناك خطأ لمصلحة كاظمة. شوف عزيز فالح مسك بوينت جارد ونزل تحت وعطى باص جميل للوراد، لكن هناك خطأ لكاظمة برميتين، ويسجل من المحاولة الاولى الوراد. الوراد مسجل 3 نقاط، المحاولة الثانية وأيضا يسجل 4 نقاط مسجل في الفترة الأولى الوراد. عبد الله إبراهيم مسجل 8 نقاط، نقطتين ل عبد العزيز ريحان. نواف مع الكرة، ودخول لاعب جديد لليرموك محمد الدخيل، ويصوب، تلمس، ريباوند للوراد، المطيري، ريحان، عزيز فالح، باص في الخطأ، ترد لريحان، تلمس،
تطلع الكرة لمصلحة اليرموك من الحد النهائي، سلمها الحكم الدولي حافظ الحلبي إلى نواف مع الكرة. شوف دفاع ضاغط من كاظمة، الدخيل نايف الصندلي، شوف دفاع من الوراد يحاول يتخلص من الدفاع، وثري بوينت من الدخيل، تلمس ريباوند لعزيز فالح. شوف عزيز ريحان يهدي، شوف الخطة، حاول يدخل عزيز ثري بوينت وتلمس ريباوند للدخيل نواف. شوف عزيز ريحان ضاغط على نواف عبد الله من نص ملعبه، ايقاف الساعة، سلامات لنايف الصندلي، سلامات. ودخول اللاعب عبد الوهاب فوزي بدل عن نواف نايف الصندلي، سلامات. رباح الرباح مع الكرة، 3 بوينت، تلمس وريباوند لريحان، ودخول لعبد الله ابراهيم، وتلمس وايضا يسجل نقطتين عبد الله، 10 نقاط مسجل في الفترة الأولى. النتيجة 16-8 لكاظمة. نواف حاول دخول ويسجل 2 بوينت لليرموك. أحمد المطيري نوعا ما يهدي اللعب، أحمد المطيري عبد العزيز ريحان، شوف ريحان يروح بالزاوية ويقطع، يحاول يعطيه لعبد الله إبراهيم لناصر الظفيري، وتلمس وريباوند للدخيل لنواف. نوعا ما كاظمة يلعب بهدوء لكن تميز، الدخيل ثري بوينت، تلمس وريباوند لعبد الله ابراهيم، انطلاقه مع عبد الله، احمد المطيري لناصر الظفيري، الى الزاويه الثانيه لريحان، عزيز فالح لناصر 2 بوينت، ويسجل 2 بوينت ناصر الظفيري. شوف سرعة في أداء الهجمة مع كاظمة، لكن اليرموك يعتمد خطة استغلال 24 ثانية في تنفيذ الهجمة. رباح الرباح، شوف يحاول نواف 3 بوينت يسجلها نواف، عبد الله في الزاوية البعيدة، 13 اليرموك 18 كاظمة. وآخر دقيقة و32 ثانية من الفترة الأولى، نواف الدخيل رباح ودفاع ضاغط من كاظمة، يحاول دخول وباص جميل، باص جميل من رباح الرباح إلى عبد الوهاب فوزي تحت السلة ويسجل نقطتين. أحمد المطيري مع الكرة، ريحان، عزيز فالح، باص جميل من عزيز إلى ناصر ويسجل ناصر نقطتين لكاظمة. نواف ودفاع ضاغط من كاظمة، شوف حاول ينفذ لكن من قوة دفاع كاظمة يعطل الهجمة. رباح الرباح ويقطعها عبد العزيز فالح متعلق بالفترة الأولى، شوف باص جميل لناصر الظفيري، وناصر يسجل نقطتين في سلة اليرموك في آخر 30 ثانية من الفترة الأولى. نواف، شوف نواف حاول
صوب، محمد علي، تلمس، ريباوند للمطيري، لريحان، شوف دخول عبد الله وثري بوينت في اخر الثواني الاخيره من الفتره الاولى وانتهاء الفتره الاولى بنتيجه 22 كاظمه الى 15 اليرموك، طبعا بفارق 7 نقاط. كاظمه متقدم على اليرموك، طبعا يغيب اليوم على نادي كاظمه يوسف برحمه ومحمد الارشيدان ويوسف اللاعب يوسف. خلينا نشوف ايش راح يسوي. وهذه اجمل اللقطات من الفتره الاولى. الفترة الأولى لمصلحة كاظمة بنتيجة 22 إلى 15 بفارق 7 نقاط، وبانتظار استئناف اللعب بالفترة الثانية. الكرة اليرموك نواف عبد الله، وواضح في الشاشة مدرب نادي كاظمة. الدخيل يحاول، باص جميل الى عبد الوهاب وثري بوينت لنواف. نواف يسجل في بداية الفترة الثانية ثري بوينت لمصلحة اليرموك. احمد المطيري، ناصر الظفيري، ويقطع ارباح الرباح وانطلاقه مع رباح دخول، وهناك خطأ يحتسب الحكم خليف الرشيدي لمصلحة اليرموك. تشوف العدف البطيء، دخول رباح الرباح وخطأ على ناصر الظفيري. رميتين لرباح الرباح، يسجل من الرمية الأولى. 19 اليرموك، قل الفارق مع بداية الفترة الثانية. تلمس وريباوند لعزيز فالح، صقر عبد الرضا، دخول صقر عبد الرضا داخل أرض الملعب. ناصر حاول دخول على السلة، وهناك خطأ على اللاعب عبد الوهاب فوزي من اليرموك. ورميتين ل ناصر الظفيري، وهذه العادة في البطيء. محاولة الأولى يسجل ناصر، تعديل الشبك. محاولة الثانية لناصر ما يسجل، وريباوند عند دخيل. نواف، ما زال كاظمة يعتمد على الدفاع الضاغط على اليرموك. محمد علي تحت السلة ويقطعها عزيز فالح، وانطلاقة سريعة لعزيز لعبد الله ابراهيم، وايضا يسجل نقطتين
عبد الله في سلة اليرموك، انطلاقة جميلة من عزيز فالح إلى عبد الله إبراهيم اللي يستثمرها ويسجل نقطتين. نواف دخيل مع الكرة وثري بوينت ما تلمس الحلق، وانطلاقة مع أحمد المطيري ودخول على السلة، لكن غير تطلع من صقر عبد الرضا لمصلحة اليرموك من الحد الجانبي. هذه عادة بالبطيء، شوف مطيري شوف تلمس صقر وتطلع لمصلحة اليرموك. رباح الرباح نواف حاول باص جميل من نواف لمحمد علي لكن ما يسجل، وانطلاقه مع ناصر الظفيري لعبد الله. ناصر باص جميل ناصر الى عبد الله الى ناصر ويسجل نقطتين. رباح الرباح الى الدخيل محمد عبد الوهاب الى نواف عبد الوهاب، لكن احمد المطيري الظفيري تلمس نواف انطلاقه، وهناك احتكاك وخطأ يحتسب الحكم حافظ الحلبي. تبديل شوف العادة في البطيء اللي يقطعها نواف، والاحتكاك بين نواف وأحمد المطيري. عودة نايف الصندلي إلى داخل أرض الملعب بالإضافة إلى اللاعب رقم 6 عبد الله دشتي من اليرموك. نواف دشتي احتساب مخالفة خروج الكرة من الحد الجانبي. شوف العادة في البطيء، احتسبها الحكم مخالفة. هذه العادة في البطيء، أحمد المطيري مع الكرة من الحد الجانبي، واضحة الشاشة مدرب اليرموك الكابتن خالد القلاط. عبد الله ابراهيم محاولة دخول غير راية إلى ثري بوينت صقر عبد الرضا، وريباوند لعبد الوهاب لنواف نايف لنواف حاول دخول وباص جميل من نواف إلى عبد الوهاب وثري بوينت وريباوند لصقر عبد الرضا، وانطلاقة سريعة أحمد المطيري لناصر حاول صوب وريباوند لنايف لنواف الدخيل حاول باص إلى عبد الوهاب، هناك خطأ ورميتين على اللاعب رقم 11 من إشارة الحكم على صقر عبد الرضا، ورميتين للاعب عبد الوهاب فوزي ما يسجل من المحاولة الأولى. شوف المحاولة الثانية أيضا ما يسجل. المطيري ناصر شوف معاه المطيري حاول للوراد، شوف الوراد شو راح يسوي، حاول يعطيها لناصر، ناصر وديش ويسجل نقطتين. ناصر باص جميل من الوراد لناصر ويسجل نقطتين في سلة اليرموك. نواف شوف الى نايف الى دشتي تنقطع لعبد الله
للوراد ودخول وتلمس ويسجل عبد الله ابراهيم من المتابعة من كرة الوراد. عبد الله ابراهيم مسجل 14 نقطة. المطيري باص لعبد الله ودخول، وهناك خطأ يحتسب الحكم الدولي محمد العميري، وهذه العادة في البطيء من أحمد المطيري إلى عبد الله إبراهيم، وهناك الخطأ على نواف من اليرموك، ووقت مستقطع ثاني يطلبه كابتن ومدرب اليرموك خالد القلاف. طبعا فتح الفرق الى 10 نقاط بعد انتهاء الفترة الاولى بفارق 7 نقاط. طبعا كاظمة عنده لقاء مهم مع القادسية، يحاول انه يفوز على اليرموك باقل جهد، لان مباراة القادسية تعتبر مباراة قوية وتتطلب جهد اكبر من المباراة هذه، ومبارتين في نفس الاسبوع يعتبر جهد. خلينا نشوف توزيع الجهد على اللاعبين لكاظمة. طبعا حسبة المدرب انه يفوز في المباراة هذه، وايضا توزيع الجهد على اللاعبين والاستعداد للمباراة القادمة مع القادسية. شوف تنفيذ الجزاء، رميتين لعبد الله ابراهيم، تنفيذ الرمية الاولى ما يسجل، تنفيذ الرمية الثانية، والنتيجة مثل ما هي واضحة على الشاشة 31 كاظمة 21 ليرموك، وأيضا ما يسجل. من المحاولة الثانية عبد الله إبراهيم، نايف الصندلي مع الكرة، وآخر 5 دقائق و10 ثواني من الفترة الثانية، دخيل محمد الدخيل لنواف، وثري بوينت تلمس وريباوند لعبد الله ابراهيم، بلوشي احمد الوراد راس في الخطا لدخيل ويقطعها احمد المطيري من دخيل، صقر عبد الرضا احمد المطيري وثري بوينت ويسجل احمد المطيري ثري بوينت لكاظمه 34 كاظمه 21 ليرموك. شوف العادة في البطيء، ثري بوينت أحمد المطيري، دخيل دشتي نواف إلى عبد الوهاب تحت السلة ويسجل نقطتين لليرموك. بلوشي المطيري عبد الله المطيري ثري بوينت تلمس وريباوند وترد مره ثانيه لعبد الوهاب، ونايف صندلي مع الكره، يهدي نايف دشتي، نايف دخول نواف لعبد الوهاب لدشتي، شوف في صفارة للحكم احتساب 3 سكند على لاعب اليرموك. عزيز ريحان البلوشي عبد الله ابراهيم الوراد 3 بوينت ويسجل الوراد 3 بوينت لكاظمة، 3 بوينت جميل للوراد 36 كاظمة 23 اليرموك. العادة في البطيء لثري بونت الوراد، الوراد مسجل 6 نقاط، يقطعها لصقر عبد الرضا، بلوشي أحمد ويقطعها نواف
دخول ويسجل نقطتين لإليرموك. نواف أحمد البلوشي الوراد للبلوشي مرة ثانية، حاول عبد الله إبراهيم وثري بونت تلمس، احتساب خطأ هجومي يحتسب الحكم خليف الرشيدي على لاعب كاظمة. طبعا فريقين ماخذين جانب الهدوء في اللعب، مثل ما قلنا ان اليرموك ما تم المباراة تعتبر تحصيل حاصل، فعلش ما يبذل مجهود كبير لعدم إصابة اللاعبين، وهذا تفكير ممتاز، ولكن قاعد يطبق المدرب خطط دفاعية وهجومية للاستفادة من قوة نادي كاظمة في الدفاع والهجوم. كاظمة يهمه الفوز ويبي يفوز بأقل جهد لأنه عنده مباراة قوية مع القادسية، وهناك خطأ لعزيز ريحان يحتسب الحكم خليف الرشيدي، وهذه العادة في البطيء. شوف الدخول واحتساب الخطأ وجزاء رميتين، تنفيذ الجزاءات سجل عبد العزيز ريحان من الرمية الأولى. 37 كاظمة تلمس، نايف الصندلي إلى نواف، وآخر دقيقتين وسبع ثواني من الفترة الثانية. عبد الوهاب مع الكرة لنايف، عبد الوهاب ودفاع قوي واحتساب خطأ. شوف على اللاعب 15 الوراد، جزاء رميتين لأن الفريق كاظمة عليه الأخطاء أربعة. تنفيذ سجل من الرمية الأولى عبد الوهاب، تنفيذ الرمية الثانية وأيضا يسجل. 27 اليرموك، 37 كاظمة بفارق 10 نقاط لكاظمة. عبد الوهاب مسجل 8 نقاط، الوراد 3 بوينت جميل للوراد. احتسبت بنقطتين لملامسة اللاعب خاطر 3 بوينت، وأيضا نقطتين لليرموك. أحمد البلوشي وآخر دقيقة وعشرين ثانية من الفترة الثانية. عبد الله إبراهيم الوراد، أحمد البلوشي، ريحان صوب وأيضا يسجل نقطتين. 41 كاظمة 29 ليرموك. نواف، نايف، بورمية، دفاع من صقر ما تلمس الحلق، وانطلاقة سريعة لعبد الله إبراهيم للريحان، وهناك احتكاك واحتساب خطأ على اللاعب عبد الوهاب من اليرموك. شوف العادة في البطيء انطلاقة عبد العزيز ريحان والاحتكاك مع عبد الوهاب، ويحتسب الحكم الدولي حافظ الحلبي. حسبت أوتسايد لمصلحة كاظمة. ريحان 3 بوينت ويسجل ريحان 3 بوينت جميل أيضا لمصلحة كاظمة.
44 كاظمة 29 لليرموك، وآخر 36 ثانية من الفترة الثانية. عبد الوهاب وبلوك جميل من الوراد بلوشي لعبد الله، دخول ويسجل، بالإضافة إلى رمية إضافية لعبد الله إبراهيم. شوف دخول لعبد الله إبراهيم ويسجل نقطتين، بالإضافة إلى رمية إضافية جزاء الخطأ. عبد الله إبراهيم سجل 16 نقطة خلال الفترة الأولى والثانية، الأعلى تسجيلا لنادي كاظمة، والرمية الإضافية وأيضا يسجل 17 نقطة مسجل عبد الله إبراهيم. نواف عبد الله، وآخر ثواني في الفترة الثانية، راح يسوي اليرموك في آخر الثواني. طلال السالم مع الكرة وتنقطع له عبد العزيز ريحان، وثري بوند ويسجل في الثواني الأخيرة مع انطلاق الفترة الثانية. ثري بوند جميل لعبد العزيز ريحان، 50 كاظمة 29 اليرموك. شوف العادة في البطيلة ثلاثية عبد العزيز ريحان في الثواني الأخيرة، شوف ثلاثية جميلة. تنطلق صافرة أحداث الفترة الثانية مشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الثالثة في كل مكان، مع تقدم نادي كاظمة على اليرموك، على أمل اللقاء بحضراتكم مع بداية أحداث الفترة الثالثة، ومع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الثالثة، نجدد التحية، تحية أسرة البرامج الرياضية بالقناة الثالثة، ومحدثكم الحكم الدولي محمد السبتي، وننقل لكم أحداث الفترة الثالثة بين ناديي كاظمة واليرموك. وأول ثري بوند في الفترة الثالثة يسجلها أحمد البلوشي، 53 كاظمة 29 اليرموك، وانطلاقة قوية لكاظمة. الدخيل نايف الصندلي ودفاع ضاغط من نادي كاظمة. الدخيل يحاول الصندلي برمية ويقطعها عبد العزيز ريحان، وتطلع خارج أرض الملعب لمصلحة اليرموك. برمية من الحد الجانبي، رباح الرباح، وثري بوينت في الثواني الأخيرة، وريباوند للبلوشي لأحمد المطيري لعبد الله إبراهيم، ودخول، وأيضا يسجل عبد الله إبراهيم تو بوينت لكاظمة، 55 كاظمة و29 اليرموك. الأول أعلى تسجيل في كاظمة عبد الله إبراهيم 19 نقطة. دخيل حسن برمية، رباح الرباح، الدخيل يحاول تنقطع، يقطعها البلوشي، وانطلاقة سريعة لأحمد البلوشي لعزيز، ويقطعها رباح الرباح، تطلع الكرة لمصلحة كاظمة من الحد النهائي. لكن هناك خطأ، يحتسب الحكم الدولي محمد العميري، وتنفيذ الرمية الأولى ما يسجلها عزيز ريحان، تنفيذ الرمية الثانية ريحان وأيضا ما يسجل، وريباوند لنايف الصندلي، استلم الملعب، رباح الرباح، نايف حاول دخول وباص لمحمد علي ويقطعها ريحان أحمد المطيري، وباص جميل من المطيري لعبد الله إبراهيم ويضيعها. نايف الصندلي، حسن برمية، باص لنايف تحت السلة ويسجل نايف نقطتين لليرموك. باص جميل وتو بوينت أجمل من نايف المطيري إلى البلوشي أحمد لعبد الله،
بلوشي حاول، ريحان ريباوند، تلمس ريباوند لرباح الرباح الى الدخيل. شوف كاظمة دفاع ضاغط على اليرموك، رباح الرباح، باص لحسن بورميا ونقطتين من حسن بورميا، من باص جميل لرباح الرباح وباص سريع ونقطتين يسجلهم عبد الله ابراهيم لكاظمة. عبد الله ابراهيم الاعلى تسجيل في لكاظمة 21 نقطة. نايف الى الدخيل، محمد الى محمد علي، تلمس تطلع لمصلحة كاظمة من الحد النهائي، خروج البلوشي ودخول صقر عبد الرضا. عبد العزيز ريحان، عبد الله ابراهيم، عزيز فالح، ريحان تو بوينت، ريباوند لرباح الرباح، باص طويل لبرامية. شو راح يسوي برامية الى محمد علي، تطويب ريباوند لعزيز فالح، احمد المطيري. المطيري ايش راح يسوي؟ المطيري ايديش دبل دربل، مخالفه على احمد المطيري. كره لمصلحه اليرموك من الحد الجانبي، الدخيل محمد رباح، الدخيل الى حسن برامية. شوف دفاع ضاغط من احمد المطيري لرباح، ثري بوند، تلمس ريباوند لعزيز فالح، باص طويل لصقر وثري بوند، تلمس وهناك خطأ يحتسب الحكم خليف الرشيدي. ثلاث رميات لصقر، خروج عبد الله ابراهيم ودخول ناصر الظفيري لكاظمة، تنفيذ الرميات. شوف تنفيذ الرمية الأولى لصقر، سجل 57 كاظمة. الرمية الثانية ما يسجل، ست دقائق وثمان ثواني للفترة الثالثة، تنفيذ الرمية الثالثة والأخيرة، يسجل سجل اثنين من ثلاثة، دخول عبد الوهاب. شوف بديل محمد علي من اليرموك، يحاول الكابتن مدرب اليرموك خالد القلاف توزيع الجود على اللاعبين. الدخيل دخول جميل لكن تلمس، ريباوند وانطلاقه مع صقر عبد الرضا. ناصر لأحمد المطيري، ناصر وأيضا يسجل نقطتين، ناصر الظفيري لكاظمة 61 كاظمة 33 اليرموك. دخيل نايف بورميا ودخول جميل لبورميا ويسجل نقطتين لليرموك. أحمد المطيري، الظفيري حاول، أحمد المطيري صقر ثري بوينت ويسجل ثري بوينت لكاظمة 64 كاظمة 35 اليرموك. رباح الرباح، الدخيل نايف، صندلي، عبد الوهاب. شوف ودفاع من عزيز فالح،
صوب ريباوند لعزيز فالح وانطلاقه لعزيز فالح، باص جميل الى احمد المطيري وباجمل لريحان المطيري، صقر المطيري، باصات سريعه من كاظمه عزيز فالح وثري بوينت. الشيء الوحيد اللي ما سواه عزيز فالح وتسجيل ثري بوينت وايضا يسجل ثري بوينت جميل لكاظمه. لعب بوينت جارد، لعب تحت ودفاع، الشيء الوحيد اللي ما سواه ثري بوينت وايضا يسجل عزيز فالح ويسجل نقطتين. ناصر الظفيري لكاظمه وانطلاقه ليه عزيز ريحان، صقر ثري بوينت، تلمس برميه وانطلاقه لبرميه، باص لرباح وهناك خطا برميتين بانتظار تنفيذ الرميات. دخول نواف وخروج نايف الصندلي من اليرموك. شوف مدرب كاظمه يستغل تنفيذ الرميات لاعطاء تغييرات للخطه بشكل قانوني. شوف تنفيذ الرميه الثانيه ليربح الرباح، ما يسجل ريباوند. شوف عزيز فالح، ناصر الظفيري، صقر، دخول لصقر، غير، تلمس، دخيل، تطلع من الحد الجانبي لكاظمه. فارق 29 نقطة الظفيري ويسجل نقطتين ناصر لكاظمه. نواف دخيل الى رباح، ثري بوينت، تلمس لبرمية، يحاول ويصوب ريباوند وهناك خطأ على برمية. خروج عزيز فالح ودخول الوراد واضح في الصورة. حسن برمية لاعب اليرموك، صقر، شوف راح يسوي صقر. ناصر الظفيري، المطيري، ناصر حاول دخول واحتساب خطأ هجومي على ناصر الظفيري. احتسب الحكم حافظ الحلبي. نواف مع الكرة إلى دخيل، برمية، حاول، باص جميل لعبد الوهاب تحت السلة، عبد الوهاب تلمس، تطلع المصلحة كاظمة. المطيري إلى صقر عبد الرضا، المطيري مرة ثانية، الظفيري، المطيري، ثري بوينت، تلمس، ريباوند، وانطلاقة لرباح الرباح، دخول، ولكن تلمس، ريباوند للمطيري، ايش راح يسوي؟ المطيري واخر دقيقتين و29 ثانية، ووقت مستقطع يطلبه مدرب فريق نادي كاظمة، المدرب ايفان، ومساعده سالم يوسف. وأجمل اللقطات في الفترة الثالثة.
استئناف اللعب الكرة مع اليرموك بعد الوقت المستقطع اللي طلبه المدرب كاظم ايفان. برمية تلمس عزيز ريحان، تطلع الكرة لمصلحة اليرموك، مع ان مدرب فريق كاظمة متقدم في النتيجة لكن طلب وقت مستقطع. طبعا الوقت المستقطع لترتيب اوراق الفريق مع مباراة مهمة مع القادسية، يرتب اوراقه، ما يهمه السكور المرتفع بقدر اللي ما يهمه ترتيب اوراقه داخل ارض الملعب، سواء في الخطط الهجومية والدفاعية. ونقطتين يسجلهم، رباح الرباح لليرموك. ريحان عبد الوهاب رباح، شوف يحاول باص دشتي تحت السلة، برمية دشتي حاول نواف، ثري بونت تلمس مرة ثانية ترد حق نواف، دشتي ثري بونت تلمس وانطلاقة مع ريحان عبد العزيز ودخول، لكن ترد لليرموك، برمية تلمس عبد الوهاب من اليرموك لمصلحة كاظمة من الحد النهائي. أحمد المطيري ناصر الظفيري، أحمد المطيري تلمس ترد لي عبد الوهاب، اليرموك باص طويل لبرامية إلى دشتي ويسجل نقطتين من باص جميل من حسن برامية. أحمد المطيري والثواني الأخيرة لانتهاء الفترة الثالثة، صقر عبد الرضا الوراد، شوف احتساب خطأ على اللاعب عبد الوهاب. شوف بانتظار تنفيذ الجزاء هناك خطأ فني على اليرموك، وآخر 36 ثانية من الفترة الثالثة، والنتيجة مثل ما هي واضحة على الشاشة 69 كاظمة 42 اليرموك، فارق 27 نقطة. صقر ينفذ التكنيكال، خطأ الفني، كرة لكاظمة من الحد الجانبي، في المطيري ناصر الظفيري حاول صوب وريباوند عبد الوهاب، رباح الرباح، شوف رباح في الثواني الأخيرة في الفترة الثالثة، وثري بونت تلمس الوراد ليصقر عبد الرضا، لمطيري إلى الظفيري وأيضا يسجل بالإضافة إلى رمية إضافية، هناك خطأ يحتسب الحكم الدولي حافظ الحلبي، تنفيذ الجزاء، صوب وريباوند لعبد الوهاب، آخر 10 ثواني، نواف مع الكرة طبعا يحاول يصوب في الثواني الأخيرة، واحتساب خطأ على اللاعب صقر عبد الرضا في آخر 4 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية في الفترة الثالثة، انتظار استئناف اللعب من الحد الجانبي، رباح الرباح، نواف ويقطعها عبد العزيز ريحان،
طبعا قلل الوقت الى 3 ثواني 8 اعشار من الثانية. نواف باص طويل الى دشتي يقطعها الوراد لعبد الله، لكن في الثواني الاخيرة طبعا يقولوا له ليش ما اعطيت اللاعب الفلاني اقرب للتصويب، لكن عبد الله حسبها انه ما في وقت يصوب افضل. طبعا اجزاء من الثانية وافضل لقطات في الفترة الثالثة. انتظار استئناف الفترة الرابعة والأخيرة. شوف المدرب اليرموك يقول الكرة لي، لكن قرار الحكم ثبت بأن الكرة لليرموك. حسن برامية دشتي مخالفة لمس الخط الجانبي، كرة لمصلحة كاظمة مع بداية الفترة الرابعة والنتيجة 71 كاظمة 42 اليرموك. عبد العزيز ريحان الوراد، صقر عبد الرضا، ناصر الضفيري، عبد الله، عبد الله ابراهيم تلمس شوف ويقطعها برمية. شوف القرار بانتظار قرار الحكم ووقت مستقطع يطلب مدرب فريق نادي كاظمة في بداية الفترة الرابعة. الوقت المستقطع الثاني اللي يطلبه المدرب فريق كاظمة إيفان، واللي يساعده طبعا في التدريب الكابتن سالم يوسف، مع أن الفارق 29 نقطة كاظمة على اليرموك، لكن يطلب وقت مستقطع. مثل ما قلت أن المدرب ما يهمه الفارق الكبير 29 نقطة بينه وبين اليرموك، يهمه تطبيق الخطط الهجومية والدفاعية للعبة القادمة مع القادسية. أي خطأ ممكن يكلف المباراة. طبعا أنا أتكلم على مباراته مع القادسية، القادسية فريق كبير وكاظمة أيضا يعني يتنافسون على رئاسة المجموعة.
صقر عبد الرضا، عبد العزيز، و 3 بوينت في الثواني الأخيرة. كرة لليرموك من الحد النهائي. نواف برمية، حاول دخول تنقطع، صقر عبد الرضا دخول وباص لريحان وبلوك من دشتي، بلوك جميل دشتي إلى برمية، باص طويل إلى رباح الرباح، يحاول إلى دشتي على عبد الوهاب، تلمس ياخذها عبد العزيز ريحان، وانطلاقه للسله ويقطعها نواف، وترد مره ثانيه واصله حسن برمية ودخول. شوف قرار الحكم، الخطأ عادي، خطأ سوء سلوك، هذه العاده في البطيء. شوف دخول حسن برمية، شوف دخول وهناك احتكاك وسقوط لاعب نادي كاظمة عبد الله ابراهيم. شوف قرار الحكم، القرار الاول والاخير لحكام المباراة. طبعا الكثير يسألني بما ان انت حكم قول رايك بالتعليق، المعلق يقول اللي يشوفه داخل أرض الملعب ما يحكم، الحكام داخل أرض الملعب مهما قلنا القرار الأول والأخير لحكام المباراة. و 3 بوينت لصقر عبد الرضا. حسن برمية 3 بوينت لبرمية، تلمس تطلع لنواف من الحد النهائي، رباح الرباح طبعا مخالفة، رباح الرباح كان واقف خارج أرض الملعب من الحد النهائي. ناصر الظفير إلى صقر عبد الرضا مع الكرة في آخر 8 دقائق من الفترة الثانية. الوراد ويصوب، تلمس حسن برمية، وهناك خطأ كرة لمصلحة اليارموك من الحد الجانبي. دشتي نواف، طبعا فارق 30 نقطة لكاظمة، فارق كبير. ويسجل حسن برمية نقطتين لمصلحة اليارموك، قلل الفارق إلى 28 نقطة. صقر عبد الرضا، الوراد، ناصر الظفيري، صوب، وهناك خطأ، وهناك جزاء، رميتين لناصر الظفيري. شوف خروج صقر عبد الرضا ودخول اللاعب عمر لمتشيمي. تنفيذ الرمية الثانية لناصر الظفيري ويسجل ايضا. نواف مع الكرة، بوينت جارد اليرموك، ودفاع ضاغط من كاظمة. شوف باص جميل، باص جميل من نواف لحسن برمية لدشتي ويسجل نقطتين. باص جميل و 2 بوينت اجمل لليرموك. ناصر الظفيري، الوراد، 2 بوينت، تلمس، ريباوند، برمية يحاول دخول رباح، 3 بوينت ما تلمس لعبد الوهاب، وانطلاقة سريعة عليه عزيز ريحان، تلمس، ريباوند لرباح. شوف طول
وتروح لحسن برامية يشتغلها ويسجل نقطتين. عمر حاول يطبق خطة، شوف يهد الملعب، يعطيها إلى عزيز ريحان، واحتساب 3 سكند على ناصر الظفيري. دشتي إلى نواف، إلى عبد الوهاب، يقطعها ناصر، تطلع لمصلحة اليرموك من الحد النهائي. نواف، عبد الوهاب، دشتي، ثري بوينت، تلمس مرة ثانية، عبد الوهاب يصوب، تلمس، احتسبها الحكم لمصلحة كاظمة من الحد النهائي. فهد الناشي إلى عمر، الوراد، شوف ايش راح يسوي الوراد. وراد بعد الثلاثيات الجميلة يسجل نقطتين في سلة اليرموك. باص إلى حسن برمية وثري بوينت، تلمس، الظفيري، وانطلاقة مع عمر، عمر وريحان، ولكن يقطعها رباح، حاول، وهناك خطأ على فهد الناشي. شوف العادة في البطيء، دخول رباح الرباح، هناك دفع من فهد الناشي. نواف من الحد النهائي، برمية، خطأ على ناصر الظفيري. شوف رقم 11، شوف المدرب اليرموك يطالب الحكام ان اللاعب في حالة تصويب 3 بوينت. طبعا التقدير لحكم المباراة بورامية يسجل. شوف تنفيذ الرمية الثانية لبورامية، يسجل من الرمية الأولى، وأيضا يسجل بورامية، مسجل 16 نقطة، الأعلى تسجيل لليرموك مقابل عبد الله إبراهيم من كاظمة اللي مسجل 21 نقطة. نواف انطلاقة لرباح الرباح، حاول دخول، تلمس، لكن الكرة لمصلحة كاظمة من الحد النهائي. خروج رباح الرباح ودخول طلال السالم من اليرموك. عمر، عزيز ريحان، مجهود كبير لعزيز ريحان في المباراة. عمر، عزيز، فالح، شوف يحاول، عمر ثري بوينت، ويسجل عمر، سجل ثري بوينت في سلة اليرموك، أول ثلاث نقاط له في المباراة. بورامية يحاول، عمر مع الكرة إلى ريحان، دخول، لكن باص إلى لكن يقطعها دشتي إلى نواف، ويقطعها عمر، ووقت مستقطع يطلب مدرب اليرموك خالد القلاف في آخر 4 دقائق و41 ثانية من الفترة الرابعة، والنتيجة مثل ما هي واضحة على الشاشة، 81
كاظم 52 اليرموك، وأجمل اللقطات في الفترة الرابعة. اللعب، وهذه طبعا تعتبر اول لقاء سلة في العام الجديد 2021، وان شاء الله تكون سنة خير وبركة للجميع. نواف مع الكرة، طلال السالم، دشتي، تو بوينت، يسجل تو بوينت لليرموك، فهد الناشي، صقر، عزيز فالح، فهد، عزيز فالح مرة ثانية، صوب، ريباوند لنواف. راح يسوي نواف، وهناك خطأ على عمر، طبعا تلعب من الحد الجانبي لان اللاعب ما كان في حالة تصويب، وايضا الفريق ما عنده الاخطاء الاربعة. طلال السالم دخول، وايضا يسجل تو بوينت في سلة كاظمة. صقر عبد الرضا، واخر 3 دقائق و44 ثانية من زمن المباراة والفترة الرابعة. اسامة بروسلي، فهد الناشي، ويصوب تو بوينت، يسجل فهد الناشي في سلة اليرموك. طلال برمية، وهناك خطأ برميتين للاعب حسن برمية. شوف العادة في البطيء، طلال السالم إلى باص لحسن برمية، تنفيذ الجزاء برمية، ويسجل من الرمية الأولى. سجل مرة الثانية، الأعلى تسجيل لسلة شو اسمه لفريق اليرموك، مسجل حسن برمية 18 نقطة. وهناك خطأ، شوف العادة في البطيء، دخول عمر، شوف الاحتكاك مع محمد علي واللاعب في حالة تصويب، وهناك جزاء رميتين لعمر في آخر 3 دقائق 19 ثانية من اللقاء. سجل عمر 4 نقاط، مسجل عمر من 3 بوينت، وأيضا من فاول شوت سجل الأولى، ونشوف وأيضا يسجل الثانية، يعني نسبتها 100%. نواف دايشتي، نواف شوف محمد علي، وهناك خطأ على فهد الناشي. شوف العادة في البطيء، شوف دخول محمد علي والاحتكاك، احتسب الحكم الدولي حافظ الحلبي خطأ، استدعاء الحكم.
طبعا نقاش بين مدرب نادي كاظمة والحكم الدولي حافظ الحلبي. في احتجاج. شوف احتساب خطأ فني على مدرب كاظمة في آخر 3 دقائق و7 ثواني من اللقاء. تنفيذ الجزاء. طلال السالم. طبعا الخطأ الفني ممكن أي لاعب ينفذ الجزاء بتكليف من الحكم، بتكليف من المدرب، كلف أحد اللاعبين بتنفيذ الجزاء. محمد علي ينفذ الرمية الأولى، سجل 1 بوينت. شوف تنفيذ الرمية الثانية، تلمس، ريباوند لنواف. نواف عنده 11 ثانية للتصويب. محمد علي مع الكرة 2 بوينت، ويسجل 3 بوينت محمد علي لليرموك. محمد علي مسجل 6 نقاط. هناك احتكاك. شوف بانتظار قرار الحكام. شوف الاحتكاك الأخير بين عمر وحسن برامية. نقاش بين المدرب كاظمة والحكم الدولي محمد العميري. هنشوف استئناف اللعب من الحد الجانبي. صقر عبد الرضا مع الكرة. فهد الناشي تلمس بالخطأ، ترد مرة ثانية الكرة لإليرموك من الحد الجانبي. شوف الإعادة في البطيء. تلمس صقر عبد الرضا والكرة لإليرموك. طلال السالم. نواف شوف في آخر ثواني يصوب. عزيز فالح، دخول لعمر، وهناك خطأ على اللاعب محمد علي. جزاء رميتين. شوف تنفيذ الجزاء للاعب عمر، سجل 3 بوينت، وأيضا مسجل من فاول شوت رميتين. شوف تنفيذ الجزاء، أيضا يسجل من الرمية الأولى. شوف تنفيذ الرمية الثانية، سجل 6 نقاط، سجل من الرمية الثانية 7 نقاط مسجلهم اللاعب عمر. نواف مع الكرة في آخر 2 دقيقة 3 ثواني من الفترة الرابعة والأخيرة. تطلع الكرة من الحد الجانبي لمصلحة كاظمة. بفارق 24 نقطة لكاظمة. عزيز فالح صقر حاول سجل، وأيضا يسجل 2 بوينت صقر عبد الرضا. 89 كاظمة، 63 إليرموك. نواف وللحين كاظمة يلعب دفاع ضاغط على إليرموك حتى في الثواني الأخيرة. عمر شوف حتى عمر يبي يهدي اللعب، المدرب يقول له لا اضغط
والعب وسجل. وهناك خطأ برميتين. شوف العادة في البطيء، دخول بروسلي وخطأ. سجل اللاعب أسامة بروسلي. شوف تنفيذ الرمية الثانية ما يسجل. محمد علي ريباوند، نواف عبد الله في آخر دقيقة و16 ثانية من الفترة الرابعة. نواف طلال، باص لرباح ودفاع ضاغط وثري بونت، هلمس صقر، باصيه لعزيز فالح، حاول شوف يعدل أول الثاني، يعطيها لصقر ثري بونت، تلمس ريباوند. وهناك خطأ على أسامة بروسلي من كاظمة، وجزاء رميتين لحصول كاظمة على الأخطاء الأربعة، أخطاء الفريق. شوف العادة في البطيء، تلمس دفعت أسامة بروسلي لرباح، الرباح تنفيذ الرمية الأولى ما يسجل. رباح مسجل أربع نقاط خلال المباراة، يسجل، هذا تعتبر النقطة الخامسة اللي سجلها في المباراة، وفي الثواني الأخيرة لانتهاء الفترة الرابعة والمباراة. عبد العزيز فالح، فهد الناشي يصوب، ريباوند نواف، وانطلاقه لنواف لمحمد علي لرباح، الرباح ليعطيها مره ثانيه لمحمد علي، ويسجل محمد علي نقطتين لليرموك في اخر 26 ثانيه. صاقر عبد الرضا مع الكره، شوف نادي كاظمه ما راح يعني يسلم الكره حتى في الثواني الاخيره. وهناك خطأ برميتين. شوف العادة في البطيء، شوف صقر عبد الرضا، هذا الخطأ اللي احتسبه الحكم لمصلحة صقر عبد الرضا. والقائد الطاقم الحكم الدولي محمد العميري عن طاولة التسجيل، لكن رد مرة ثانية داخل أرض الملعب، ويسجل أسامة بروسلي. وهناك خطأ فني على اللاعب نواف، تنفيذ الجزاء، الرمية الأولى ما يسجلها. شوف تنفيذ الرمية الثانية في آخر 18 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، ويسجل صقر، رباح الرباح مع الكرة. للحين كاظمة مستمر في الدفاع في الثواني الأخيرة، ما يبي يسلم، وبلوك جميل من فهد الناشي على دشتي. عزيز فالح صقر وثري بون جميل في الثواني الأخيرة في آخر ثانية وثم أجزاء من الثانية قبل انتهاء المباراة. مبروك لفريق كاظمة وحظ أوفر لفريق اليرموك، حتى نلقاكم في مباريات كرة السلة. محدثكم الحكم الدولي محمد السبتي، لكم أفضل التحية ومع السلامة.